السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف صحة وخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات لفيديو النهاردة. النهاردة بقى راجعة لكم بمفاجأة جديدة من معرض المدينة المنورة، والبشمهندس أحمد عامل معانا أحلى خصومات توصل ل60% على أجهزة الفرز التاني. معانا غسالات أطباق وديب فريزر وكل الأجهزة اللي نفسكم فيها. يعني إيه بقى فرز تاني؟ الفرز التاني ما بيكونش فيه أي عيب داخلي، ما تقلقوش. الفرز التاني كل اللي فيه إن الجهاز وهو بيتنقل من المصنع مثلا او من بره، لانه ساعات بيجي استيراد واغلبيتها بيكون استيراد، فلما بيجي بيتنقل من نقل لنقل فبيبقى فيه في البوج بتاعه خبطة كده او خبطة كده، لكن الجهاز من جوه سليم 100%، وتقدري تاخدي حد معاكي يعاين الجهاز. كمان الجهاز كمان الباشمهندس احمد بينزله عليه ضمانه، يعني في ضمان، مش مجرد ان انت هتاخدي جهاز فرز تاني وخلاص. تعالوا بقى نشوف عروض الباشمهندس احمد ومعرض المدينه المنوره، فيلا بينا نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف اقوى عروض معاه. النهارده معانا غسالات الكترو، غسالات اطباق قصدي بيك وتركي بخصم 60%، بفضل الله اقل سعر في جمهوريه مصر العربيه والتحدي. 10 افراد و14 و15 فرد، موديلات 2020 السنه دي. طب هنا تلاتي، هنا معانا اول عينه غساله 15 فرد بيكو تركي على الماركه بيكو، اسود زجاجي انفلتر اسود، اللون اسود، وادا الحلق من فوق. بسم الله ما شاء الله، فابريكا لسه بلازق شركتها اهو يا جماعه، لسه بلازق شركتها اهو، تعذير بفضل الله، لسه بلازق الشركه. ادا الغسالات بسم الله ما شاء الله، جديده لانج فابريكا، جديده لانج فابريكا من جوه، شايفين البتاع زيرو بفضل الله، زيرو فابريكا، ستانلس بالكامل، تلاتة رشاش، واحد فوق واحد تحت اهوت، والتالت اهوت تحت خالص. غسالات فابريكا بفضل الله، ستانلس بالكامل. ادا بيكو فينيشنج موتور برو سمارت انفولتر ستارت، هنا ادا ديجيتال بتاعها، دي البرامج بتاعتها، 8 برامج من وراها لحضراتكم كاملة اهيت، بتاعها من جناب. بسم الله ما شاء الله، جديدة لانج فابريكا زيرو، يتم تجربة المنتج قبل ما بيخرج من المعرض. وادا ديجيتال قدام بمقبض ستانلس. الغسالة دي عاملة في العرض عاملة 4450 بدلا من 9.5، يعني خصم 60%. وعندنا هنا الغسالة ال 14 فرد بتاع ده بيكو تركي، قاعد متلخفن شوية. غسالة 14 هي ادي هي العينة بتاعتها، موديل اهوت بيكو تركي، غسالة اطباق، تعرف ما فيهاش الهواء، العيب اللي فيها اهو نقرة بس من قدام اهيت، زيرو ما فيهاش الهواء، بسم الله ما شاء الله جديدة. شايفين الغسالة بالفل بتاعها لسه جديدة لان جايات، 2 رشاش 14، 2 رشاش، وادا درج المعالق. فابريكا زيرو بفضل الله، ستانلس بالكامل قدام. ادا غسالة، ادا جمال الغسالة، ادا السنون هنا بتتني اهيت، حاجة محترمة لسه بحاجتها كلها بفضل الله. بس ادي كمان 3750 ل 14 فرد. وهنا ال 15 ستانلس ديجيتال، غسالة ستانلس 15 فرد ديجيتال، لسه بلزق شركتها اهوت. هذا بطاقة كفاءة الطاقة، أعلى كفاءة وأقل استهلاك للكهرباء، 15 فرد. هذا الغسالة بسم الله ما شاء الله، جديدة لانج فابريكا، 15 فرد. هذا ده درج المعالق، برضو درج المعالق ورشاش تحت، وده رشاش اهوت، وده الرشاش التالت، الرشاش التالت اهو، وادا صندوق المعالق برضو، ادا الخرطوم، وادا بتاع القمع بتاع ده المركب من قدام اهيت. غسالة بسم الله ما شاء الله فابريكا زيرو، 8 برامج اهيت، ادا 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 برامج اهمت. ادا ديجيتال ستانلس بالكامل قدام،
ادي الغسالة من الجنب، غسالات موجود كمية كبيرة بفضل الله. الغسالة دي عاملة 4250، بنجيبها لكم اهي قدامنا 4250، ودي عينة تانية منها 4250، ودي اخر حتة في العشر افراد البيكو. دي اخر حتة في العشر افراد بيكو تركي اسود 10 فرد، عاملة 2800 جنيه. بتاعت بنجربها طبعا قبل ما تخرج من المعرض. بتاع هي ده ايه ده؟ معرفش. بتاع لون احمر كده مفتوح جوه، وده فيها ضمان اهيت، عاملة 2800 جنيه، لسه بالفل بتاعها زيرو. 2 رشاش بالقمع بحاجتها كلها بفضل الله، بس نظيفة فابريكا زيرو، ستانلس بالكامل، لون اسود ديجيتال، برضه 8 برامج، اعلى كفاءة واقل استهلاك للكهرباء، موتور انفلتر، موتور انفلتر تمنها دي 4500، عدها لكم ب 2850، 2850. ودي عين 14 فرد برضه اهيت، بسم الله ما شاء الله، ستانلس 3750، نفس الامكانيات التانية 3750. هنا كده خلصنا غسالات الاطباق ومواصفاتها، وفي كمية كبيرة تجاري وقطاعي، في كمية كبيرة جدا فوق الألف حتة تجاري وقطاعي بفضل الله. ده ديت عينة بسيطة من الشغل الموجود، انتظرونا كالآتي. وهنا رجعنا لكم في فيديو جديد في الفليزرات دي، بات فليزر 7 درج و6 درج و5 درج بيكو تركي، وبنرجع بأسعار جميلة بفضل الله. هنا معانا فليزر 5 درج بيكو تركي نو فروست انفلتر، مفيهوش عيب اطلاقا خالص، مش لاقي له عيب خالص، زيرو بفضل الله. هذا الديب فليزر ديجيتال داخلي، الديب فليزر بسم الله ما شاء الله زيرو بفضل الله زيرو اهو. الديب فليزر ده عامل 5250 جنيه بدلا من 7000 جنيه، ومعاه ضمان سنة. وهنا ده فليزر نو فروست بيكو تركي 6 درج، عامل 5850، 5850. ديب فليزر تركي بيكو، بيكو يا جماعة، بدلا من 8.5، وده عينة من 6 درج برضو، وده عينتين من 7 درج البيكو. هذا العيب مفيش عيب خالص اطلاقا بفضل الله، بتاع زيرو اهوت، فوش الهوا فليزر اهوت، متجرب كمان زي الفل اهوت، 7 درج. نفتح الادراج دلوقتي اهوت، بسم الله ما شاء الله، زيرو فابريكا، وده المية اللي عليها اهوت، عشان بنجرب الحاجة قبل ما تخرج من المعرض بفضل الله. الفريزر ده 8.5، 6500، 6500 جنيه، وده 7 درج برضو اهوت، عامل 6500 برضو ديجيتال، معانا كمية كبيرة منهم بفضل الله برضو في المخازن. هنا ده فيديو سريع وإطالة، انتظرونا في فيديو تاني جديد بفضل الله للتلاجات والبوتاجازات اللي موجودة حاليا في المعرض، عشان أحبائي وأصحابي وأصدقائنا في المدينة المنورة ياخدوا بأقل سعر في مصر كلها. بس العنوان في الأليوبية مركز شبين قناطر بمساكن المرور بجوار مكتب التموين معرض ومكتب المدينة المنورة للأجهزة الكهربية فرز تاني. تابعونا على الواتس 010-928-8-2-3-8-1-6. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.